دفاع سعيد شرف ومحمد المديمي يؤجل متابعة هاكر في ملف حمزة مومبيبي. قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 28 من يناير 2019 تأجيل البث بقضية الهاكر المتابع في ملف حمزة مومبيبي لجلسة 11 فبراير المقبل، وذلك بطلب من دفاع الفنان سعيد شرف ومحمد المديمي. وتتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الهاكر بجنح المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيها وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. جاء اعتقال المتابع على خلفية ملف حمزة مومبيبي بناء على شكاية تقدم بها رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان للوكيل العام للملك بمراكش بعد تعرضه لحملة شرسة من السب والقذف والتشهير على الحساب الوهمي حمزة مومبيبي الذي ينشط على تطبيقات التواصل الاجتماعي سناب شات والإنستغرام. الجدير بالذكر أن التأجيل جاء بسبب أن الفنانة سعيدة شرف رزقت بمولودة اختارت لها اسم ليليا، حيث وضعتها في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. وتعد ليليا المولودة الأولى لسعيدة شرف من زوجها الذي يقيم ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المتوقع أن تضع مولودتها هناك على غرار بعض الفنانات المغربيات الأخريات لأجل منح مولودة الجنسية الأمريكية، بيد أنها قررت الولادة في أحد مستشفيات العاصمة الاقتصادية. وتعيش سعيدة شرف إحساس الأمومة للمرة الثالثة، حيث لها ابنان آخران من زوجها الأول هما آدم وصوفيا. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.